في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أو قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا آمين. تين أوش تين موكو بخريس. جيك تونكك صوتي مناي هو ذا نعتيد، نقف أمام الديان العادل مرعوبا مرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهدي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني. زونك باتريك أيوك أجيب نعماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم وابدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي وأنت على سرير خطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرغوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي. كنين أيتها العذراء الطارس بلي ظلك السريع المعونة على عبيدك، وبعدي أمواج الأفكار راضية عنا، وانهدي نفوسنا المريضة للصلاة والصال، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإلهي يسوع المسيح رجي. كانين كريستوس إيوناس تون إيونون. يا حامل خطايا العالم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كيريا لي صون كيريا لي صون اسمعنا ورحمنا. كيريا لي صون كيريا لي صون رحمنا يا الله. كيريا ليسون
كيري ليسون يا رب ارحم. كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا. ام كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله. كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري يا لا أيسون. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب الضابط الكل أيها الثالوث قدوس، ارحمنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر. وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل تجربة العدو بالنعمة الرافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت القاتل مثلما يرجع ويحيا، الداعي لكل الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا لعمل باصيات، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، كل حزن رديء ووجع قلب أحيطنا ملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، ناصر اتحاد الإيمان وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. في الصلوات والطلبات التي ترفع عنا كل حين كلية الطرق القديسة الطاهرة مريم ورؤساء الملائكة وكافة القديسين، اسمعنا حينما نقول لك بكل شكر: أبانا الذي في السماوات قدس اسمه، تفضل استريا. جفاس ماروتن جفيوت نمب شيري نمبب نوما إس أبتت رياس إت جي Yeah.
الميتين. المديحة اللي هنقولها بتاع القيامة تنفع تتقال في أسابيع الخمسين يوم كاملة. احنا من عيد القيامة لحد ما نوصل بدء صوم الآباء الرسل 50 يوم بالتمام، عشان كده بنسميها الخمسين المقدسة. طول فترة الخمسين دي بالكامل نقول المديحة بتاعة القيامة مرورا بعيد الصعود. أنا أفتح فمي وأتكلم وأنطق بأسرار زار الرب ملك وجل أسواح كامل ما بعدا وضعوه في المقبرة مكسا مدفونا ثلاثة أيام ثم قام وفضى كل الكفرة الماء صلب تألم ومات ودفن في القبر وصار موضوعا كالنية واستيقظ كالساملي من الخمر الماء صلب وقبر جاءته النسوة ومعه نطيب إلى قبره بكل تمام وازددنا في البكاء وال نحيب المسيح صول حينئذ نظرنا الحجر دحرك والحراس كانوا خيام وملاك الرب لهن نظهر الماء خطبهن من طلبنا الحي مع الأموات قد قام لكن اذهبنا للرسل وقل المسيح صلب وقبر ثم قام داود النبي رتل في المزمور
قم يا رب لماذا تنام أهلك الأعداء مع شهود الظلمة المسيح صلب وقبر ثم قام جفس ماروت جفيوت نمت شيرين بإبنغما إسقوا وابتت ريا سنجي كيفولت أوش مستنتي أونا له أذنان للسامع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس المكتبة الصوتية كنيسة رؤساء الملائكة بالجيزة تنقل لحضراتكم العزة الأسبوعية لجناب الأب الموقع القمص يوهنس كمال كاهن الكنيسة والعزة بعنوان إيماننا الأقدس ذلك يوم الجمعة المبارك الموافق 12 من مايو لسنة 2017 فليعطينا إله السماء أن نسمع ونعمل بكلمته بصلوات راعي الرعاة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا ثيودوسيوس لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. صدق ولا بد أن أن تصدق، وزي ما قلت دايما مش بحكي حكاوي لكن دي اختبارات، اختبارات ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع، كما صنع الرب قديما يصنع بنا. إلهنا إله معجزات مش خزعبلات، إلهنا إله حقائق، لأن الوحيد اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فمع طريق الحياة مع طريق الحق، واحدة من بناتي المعترفات عندي ربنا يباركها من جنوب ساكنة في العمرانية هنا، كانت جاية هي وجوزها من ناحية العمرانية، وقبل ما يوصلوا محطة سيد مكي من الناحية التانية حتى السيد عمار، منطقة السيد عمار مش حمار عمار. المهم هم ماشيين لا واحدة ست غلبانة كده لابسة هدايم غامقة وقاعدة على حجر، فالأخت بتقول لجوزها ما تشوف الست دي يمكن تكون محتاجة حاجة ولا حاجة، فيا ستي على كده ايه؟ قلت له معلش يا ابني استنى لسه ساكنة جديدة هنا في الحتة دي فبريح رجليا شوية. هلا ساكنة فين؟ قلت له قبل آخر الشارع. قبل آخر الشارع ده في كنيسة جديدة، كنيسة الست رفعة. قالت يا ماما محتاجة حاجة أي مساعدة مني؟ قلت لا يا ابني، أصل أنا كانت عندي واحدة غالية عليا بتزورني فجت خرجت أنا جاي أودعها. قال لها غالية عليكي؟ قالت له وعليك أنت كمان. قال لها مين دي؟ قالت له ست عدرا جت زورني بتقول لي الحمد لله على سلامتك نورت الحتة، ده أنا هنا لي 40 سنة محدش مونسني، فأنت لما جيت كده ونستيني نورت الحتة. الإنجليزيين بيحبوا بعض. صدق ولا بد أن أن تصدق. قالت له في واحدة حبيبتي عايز يكون لها بيت، يا ريت تزورنا برضه ويكون لها بيت زيك، يا ريت تشكري للأنبا ثيودوسيوس
على محبته ليا، ولقيت حبيبتي دي كلها برضه بيت. قالت لها مين؟ قالت لها الست دولاجي واولادها بتوع البطيخ. انا قلت لسيدنا الرساله دي، وسيدنا قال لي حاضر نعمل كنيسه بتوع البطيخ، ست دولاجي واولادها، الام دولاجي. ان شاء الله ربنا يطول عمرك يا سيدنا، ونعمل كنيسه الام دولاجي، ونفرح بمجمع القديسين بنور ابروشيتك وابروشيتنا، وربنا يجعل ابروشيه عامل مصدق ولا بد ان ايه. ولما سيدنا يبتدي يعمل كنيسه الام دولاجي انا هقول لحضراتكم عشان تساعدوا فيها وتاخدوا بركه الشغل فيها. وبعدين قالت انا نزلت اوصلها، فلقيت نفسي بلاقيها بعتني، فقعدت هنا شويه وانت والولاد عديتوا دلوقتي، انا مروحه. وقامت وبدات تخش في سكتها ناحيه كنيسه الست ايه رفقه. فالاحساس ده اعطانا احساس كبير قوي ان القديسين بيحسوا بينا ويحسوا بالكنائس بتاعتهم، وفي شركه القديسين ورابطه محبه. هو ده عمل القديسين، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. اقول لك على موقف انا عايشته وشاهدته عن صدق ولا بد ان تصدق. رهبه في دير ماري جرجس مساديمه اصيبت بعد عنكم بتلف في الغدة النخامية. الغدة النخامية اللي بتحفظ توازن الجسم، فجسمها فرد فرد فرد، بقيت بعد عنكم كوم لحم 200 كيلو وشوية. ولد صحتها تتأخر تتأخر، فرئيسة عينة رهبة شابة وبدأت مطلع بقدرة تكون معاها على طول، يعني انت تجنبا لازمه تحصل لها ولا يجرى لها حاجه. في الليله لقيتها بتكلم نفسها، قالت لي ايه يا امي انت تعباني تعبانه ولا حاجه؟ قالت لها لا ده انا شايفه حاجه غريبه. النهارده ايه؟ قالت لها النهارده ايه في ايه؟ النهارده الثالث على الانبا ايساك. انبا ايساك ده كان اسقف عام رسم البابا شنوده، كان أب اعتراف في الراهبات. قالت لها فعلا يوم منها ومات من يومين النهارده التالي. قالت لها ده انا شايفاها في الفردوس وبيستقبلوه، والبابا كيرلس فرحانين بيه خالص في الفردوس بيعملوا له زفه. الله 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 الله، انت تعرفيني منين؟ لقيت واحده رهبه طويله بتبوظ فيها بتبوس فيها. قالت لها انت تعرفيني منين؟ قالت لها انا مش ناسيه جميلك، وانت صغيرة عملتي حياتي قصة للعبانات مدارس الأحد. قالت لها بس يبقى انت إلرية بنت الملك زينون اللي عملتي نفسك الراهب إلاري. قالت لها أيوه. قالت لها مش نسيالك يوم ما كانوا بيرهبينوا راهبات جدد وانت اقترحتي ان يسموا رهبة باسم إلارية؟ فبشكرك على الديسين بيحسوا بالحاجات البسيطة خالص. عشان كده كنيستنا كنيسة قديسين. فربنا إله عجب وإله معجزات. المهم أم ألف سلامة ليك. المهم خلعوا الباب بتاع القلاية وفحطوا حتة في الباب عشان يدخلوا الصندوق عشان يطلعوها ويصلوا عليها. وسافرت الست وراحت الفردوس وسط القديسين بمحبة واستقبال عجيب. وصدق ولا بد أن إيه أن تصدق. أفراح القيامة تفوق كل أفراح، فرح سماوي. والناس اللي بيحبوا القديسين
ده انا شفت الناس بينادوا القديسين بعشم، بعشم قوي. صدقوني انا لما زرت البابا كرولوس من شهرين ثلاثة كلمته بصعبانية، كنت بعيط وخبطت على الأب، قلت انا كنت عشمان فيك اكتر من كده، انت طولت بالك عليا، طولت بالك عليا ليه؟ ليه سايبني اتعذب؟ ليه؟ ليه؟ لازم يكون التعامل مع القديسين بفرح وحب. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ده انا شفت قصص في الصعيد، يا واحد واحد يقول يخش كنيسة عم بشنودة يقول له انا مخاصمك يا ابو شنودة. شفت ابونا سيدروس عبد المسيح يربط منديل في المعصوره بتاع ماري جرس يقول له مش هفكك يا ماري جرس، خلص الموضوع الفلاني ويبقى ليه معاك حساب. عشم كبير قوي قوي قوي. ثقه، صدق ولا بد ان تصدق. واحد من المحبين اتصل بيا امبارح بيقول لي انت خلاص هتسافر؟ قلت له ان شاء الله. قال طب خد معاك الان بونس، قلت له يا ريت يروح معايا يركب معايا الطياره، ولو انه مش محتاج طياره. لكن صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الهنا اله معجزات، انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا ما احكيها، مهما كانت صعبة هتقدر ليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشرب يمينك تعمل معجزات. ادي البحر هايج وانا مستني، وانت صاحب القوة والسلطان بايديك. وانا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الاسود جوعانة ارسل ملكات، خلي الملك يعرف اني انا ملكات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك جزات. يا رب السماوات انت عارف افكاري، احنا بنطلب شفا لابونا مكاري. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل مينك تعمل معجزات. الآت محمد انزل قدامي بيدك الحال وطلعني تاني. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الاطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا
فيش زيك، انا عايزك انت يا صاحب الخيال، تشغل يا مينا تعمل معجزات يا رب السماء ومالك الازمان، نطلب منك شفا لابونا مكاري يونان. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينا تعمل معجزات. النهارده نخلي حلقه الصلاه بعد الاجتماع من اجل ابونا مكاري يونان، كلنا نرفع قلوبنا ربنا يعافيه ويشفيه. هو الراجل اللي زارني في البيت في الشهر اللي فات وقال لي اللي انت فيه يا ابونا ضربه شيطان، انت عمال تجري يمين وشمال وعمال تجيب من بحر وقبله وعايز الشيطان يتفرج عليك، فدي ضربه شيطان. لكن الطبيب الشافي هو بيصلي لنا زي ما احنا بنصلي له. وانا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينا تعمل معجزات. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. استاذ ادم اتفضل. من سفر أعمال الرسل بركات على جميع الأيمين. تسعة. يا رب. أما شاول فكان لم يزل ينفس تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس. خذوا بالكم، شاول كان ينفس ويهدد على تلاميذ الرب. ينفس يعني اللي ينفس زي التعبان يعني، ويهدد تلاميذ الرب. مش عاجبين النصارى، مش عاجبين زي عبد سالم عبد الجليل. معلش بس شوفوا شاول ده اللي هيقول لهم ايه. فتقدم على فكره سالم عبد الجليل، انا ببعت له رساله على الهواء كده بقول له انت قربت قوي وانا مستنيك يا شيخ سالم، انا مستنيك. انت عاوز حد يغسل لك دماغك؟ انا هغسلها لك ثلاث غسلات، ثلاث غسلات وتبقى انسان جديد، وهتغير افكارك وهتشهد للمسيح. انت مش اصعب من شاول. اسمع بهديك الرساله يا ولادي. اتفضل يا حبيبي. فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء. أبرق حوله عبالك يا عبد الجليل سالم، يظهر لك نور المسيح، وساعتها هتقول أؤمن بإله واحد. إله واحد المتجسد المخلص الملك الى الابد، مش الصمد يا صمدي. هتعرف، هيبقى ليك لسان تاني، ليك لسان يمجد الله، ليك لسان يشهد بمجد الله، وهتقول في يوم الايام المسيح له المجد الدائم من الان والى الابد. هتقول مش الف لام ميم سبح ربك الاكرم، الف لام ميم سيح، يعني المسيح ربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالمسيح ربك الأكرم، هو الذي علم، يعلمك وتعرف الطريق والحق والحياة. كمل يا سيدة. وسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ الذي المسيح بيقول لك عبد جليل عبد جليل لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. ده أنت مسكين غلبان، حد يقف ضد المسيح؟ شوف حادث القديسين أيام المباك،
قبل 40 يوم كانت قامت السارة ويقول الريس ارحل ارحل. انا عايز اقول لك عد 40 يوم من يوم ما غلطت في المسيح وشوف هيقولوا لك ايه. اتفضل. فقال من انت يا سيد؟ فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده. انا يسوع الذي انت تضطهده. مش عاجبك المسيح ولا المسيحيه؟ يا خساره، يا خساره على الانسان لما تعميه الخطيه. لكن خد بالك من شاول، شاول فيه غلاوه على عينيه، هينزل من عينيه خشور، وعبد الجليل ربنا يديله بصيره ويسقط خشور من عينيه ويرى مجد الله المعلن الذي لخلاص العالم كله. ساعتها هيشهد ويشهد مع شاول، بس بعد ما يتغير من شاول الى ايه؟ الى بولس. قول يا عم. صعب عليك ان ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل؟ يا رب. شهد انا اللي بيتكلم ده ربنا، وعبد الجليل هيشهد بكره ربنا. اتفضل. فقال له الرب قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. اما أيوة. الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا. فنهض شاول عن الارض وكان هو مفتوح العينين لا يبصر احدا، فاقتادوه بيده وادخلوه الى دمشق. اقتادوه يعني جروه. جروه. تفضل. وكان ثلاثة ايام لا يبصر، لم ياكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا. فقال ها انا ذا يا رب. فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لانه هو ذا يصلي، وقد راى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا واضعا يده عليه لكي يبصر. فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنه أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. فمضى حنانيا وذهب البيت ووضع عليه يديه وقال أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع. وبيكم العلمة في الصلاة تروح دمشق وفي زقاق قال لها مستقيم، وربنا قال لحنانيا روح في شاول هناك صلي له عشان يبصر. الحكايه دي بتفكرني بمشهد حدث معي هنا في الكنيسه. يوم من الايام انا قاعد في مكتبي جوه، في شاب كان من جماعات وكان شرير الى ابعد الحدود، مستغبي غباوه طافحة. الأخ ده بالليل نور نور في الأوضة بتاعته، وسيد المسيح حطيته على رأسه قال له أنت من الآن إبرام. قال له طب أروح فين يا رب؟ قال له روح الجيزة. صحي إبرام ده جه على الجيزة بيمشي مش عارف يروح فين يجي منين، لكن لقى كنيسة دخل البوابة فعلى الباب ورب انت عايز مين؟ قال له انا مش مسيحي. قال له بس انت عايز ابونا يوهنس؟ طبعا يكون عايز مين؟ دخله لي. الاخ ده شكل واحد انا اعرفه شكله بالظبط اسمه ابرام. هو مش قلت له اهلا يا ابرام؟ قال لا انت بتبني انت وهو؟ قلت له اقعد يا ابرام. قال لي انا يا فلان انا بعمل كذا وكذا وكذا وانا عايز المسيح. المهم قال له ايه اللي خلاك قلت لي يا ابرام؟ قلت له انت شكلك كده يا ابرام. الواد وقف بكى وخدته في حضني وبقى ابرام فعلا، وحاليا بيخدم في امريكا
ماسك امين خدمه بعد ما كان قاعد معايا فتره يخدم هنا وخدم معايا شماس وكنت ابعته احيانا اجتماعات بدالي يأدي خدمه كلمه وربنا يستخدمه واتجوز واحده من بناتي من هنا برضو بقت اسمها مارينا وخلف صليب ودانيال ربنا يخليهم له. اللي انا عايز اقوله مش بعيد على عبد الجليل زي ما كان حنانيا منتظر شاول انا منتظر عبد الجليل. ربنا هيقول لك روح الجيزه وهتيجي وانا في انتظارك يا عبد الجليل في انتظارك هحميك كويس صدقني هحميك كويس واغسل لك دماغك كويس فم واثنين وثلاثه وهتبقى انسان جديد بدل ما انت مش عاجبك المسيح هتشهد المسيح وتكون شهيد للمسيح في اورشليم والسامره والى اقصى الارض. عايزيني اداك تعمل لاجل الخدمه تثمر عايزيني اداك تعمل لاجل الخدمه تثمر لما تلمس القلوب حالا كل الناس بتتوب لما تلمس القلوب حالا كل الناس تتوب فالمس وعلن شخصا عزينا بروح قدسك فالمس وعلن شخصا عزينا بروح قدسك شاول من خلا مزبي في حب الله شاول من خلا حب الله لما تلمس القلوب حالا كل الناس بتتوب لما تلمس القلوب حالا كل الناس بتتوب فالمس واعلن شخصك عزينا بروح قدسك فالمس واعلن شخصك عزينا بروح قدسك. فربنا استخدم شاول هتكلم في كلمتين صغيرين كده. الحاجة الأولى عقول غلبها الشيطان. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن اعرف عدوك. الشيطان له حيل كتيرة فياما عقول بيضحك عليها الشيطان يضحك عليها ايه بكلام خايب كلام هايف يعني روح فجر كنيسة وهدي لك حريات ايه ربنا فاتح كباريه ولا بيت دعارة في الآخرة ايه الوساخة دي ومش عاجبك شريعة المسيح مش عاجبك شريعة المسيح النقية ده احنا نقول شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال. ياخد انت بيتك من إزاز واللي بيته من إزاز ما يقدرش الناس بالحجارة ده المسيحية ديانة الزوجة الواحدة. يا عبد الجليل فتش الإنجيل يا عبد الجليل اقرا الانجيل وتعرف ان الانجيل هو اسمى كلام نزل من السماء. يا طالما تقلب الانجيل مفيش انجيل كلمه انكحوا يا اخي بطل الوساخه ده انت منبع الوساخه تغلط في اشيالك. ده الانجيل هو النور ده القران بيقول لك انزلنا لكم التوراه والانجيل من قبل هدى ونور. ما مش عاجبك شريعة الإنجيل امال عاجبك ايه؟ عاجبك ايه؟ عاجبك نكاح الملائكة
ونجاح الميتين، ولا عاجبك ايه بس؟ عاجبك زواج المحارم؟ عاجبك ايه؟ انا مختشي اقول في كلام ما اقدرش اقوله. انا مسيحي، مسيحي، انا طلعش كلمه وسخه من بقي وانا قاعد في اجتماع مقدس، وانا مطالب ان اقول كلام الله. يا اخي ده انت بيتك مشروخ. اقول لك اسال قبلك. يا ريت كان الشيخ طنطاوي، سيد طنطاوي عايش، كان يقول لك. يا ريت كان الشيخ الفحام عايش، كان يقول لك. ده انت راجل ازهري، وازهري يعني وسطي، وانا اعرف يعني ايه وسطي، لاني واحد من بيت العيله، ويرأسني الشيخ الدكتور احمد الطيب. فبقول لك عيب، عيب على الازهريه، عيب على الائمه اللي انت لابسها. المفروض الائمه البيضه دي يكون تحتها انسان متعقل. ما اعرفش هذا التصريح صدر منه ازاي، بان الديانه ديانه مسيحيه ديانه عبثيه معيبه. لا عيب، عيب. لكن هقول لك كلمه واحده، ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. ما تعودنا ان نقابل الشر بالشر، لكن تعودنا ان نقابل الشر بالخير. لان الانجيل اللي مش عاجبك يا شيخ عبد الكريم بيقول ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار وتضعه فوق راسي. انا مش عايز احط نار فوق راسك، لاني بحترم العمه الازهريه. فلازم يكون فيه وقار لشريعه المسيح. اتكلم بحرص في حاجه اسمها الادب الديني، وفي حاجه اسمها ازدراء بالاديان. يا حكومتنا ساكتين على الشيخ عبد الجليل ليه؟ عشان ده شيخ مسلم؟ لكن فاحين تطلعوا خمس سنين للاطفال اللي عملوا مسرحيه عن داعش، مثلوا فيها خمس دقائق، خدوا خمس سنين حبس. والشيخ عبد الجليل ساكتين عليه؟ هو ازدراء الاديان ده للمسيحيين بس؟ لكن اللي ازدروا المسيحيين لا، العنوهم وسبوهم لانهم كفروا وعبد اوثان. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. السيد المسيح بيقول ان قام عليها جيش بالويه فانا حارسها. السيد المسيح وعد الكنيسه بانه معها كل الايام والى انقضاء الدهر. صدقني يا عبد الجليل، ولا سالم عبد الجليل، انا بقول لك انا متاكد انك بعد 40 يوم من النهارده هتدفع الثمن. انت مش قد اله النصارى. اله النصارى قوي قوي، محدش في حد وقف قدامه الا ما دفع الثمن. فعقول لعب بها الشيطان. الحاجه الثانيه، مصفاه تظهر الايمان. المسيحيين كل ما يخشوا على مصفاه ايمانهم بايه؟ بيزيد. شوفوا الناس اللي ماتوا واللي اصيبوا في حوادث ماري جرجس ابو النجا في طنطا. يا سلام، انا مره جاني واحد في الكنيسه دي بعد احداث ليبيا، وكنت قاعد على الدكه اللي هناك دي ناحيه الستات، وجاني قال لي يا ابونا اخلع الجزمه اللي في رجلك واديني بقى على وشي. قلت له ليه؟ قال لي انا ممدوح. قلت له يا ممدوح انت منين؟ قال لي انا من سمالوط. ازيك يا بتاع سمالوط؟ اخبار سيدنا ابا بطرس كويس؟ قال نشكر ربنا. يا ابونا، قلت له، قال انا خاين. قلت له ليه؟ قال انا كنت نمت 20. قلت له فين؟ قال لي في احداث ليبيا، لكن انا ضعفت يا ابونا وانكرت الايمان عشان اعيش. يا ريتني ما كنت انكرت الايمان يا ابونا. ضع مني اغلى حاجه، ضع مني اكليل الشهاده، اكليل الحياه. دول المسيحيين يا عبد الجليل. طبعا انت لسه ما وصلتش للحته دي، انك انت لسه عايز تروح الحريه، العين الحور وعين جالوت وعين الجمل، وعايز تعيش في فسق دنيا واخره. لا يا عبد الجليل، نحن الجنه بتاعتنا فيها حي الى ابد الابدين.
مع المسيح ما لم تره عين ولا تسمع به أذن ويخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبون اسمه القدوس. لكن عايز أقول لك صعب عليك أن ترفس منافس. إيماننا محمي ليه حماية إلهية. فين دخريديانوس؟ فين؟ فين أريوس؟ فين الناس اللي هو في ضد الكنيسة؟ فين ينكروا المسيح؟ راحوا فين؟ ده في واحد من الأباطرة قال لن أهدأ عن قتل المسيحيين حتى يصل الدم إلى بطن الحصان. وفعلا وماشي بمقتل الحصان بتاعه ومن كثر الدم الحصان ينزحلق يقع فيقع على الأرض متعاصي دم. فالمشاهدين بتوعه قالوا يا سيدي نعم قالوا الدم وصل بطن الحصان كفاية كده. أنت مش قد المسيح أنت ترفس مناخس. عارف يعني المنخاص ده نعرفه احنا كصعايدة عبارة عن حتة خشبة مسننة لماذا ينخش بها الحمار فالحمار يجري. فصعب عليك يا حمار انك ترفس مناخس ما تفهمش لكن الحمار يفهم وانت لا تفهم. صعب عليك ان ترفس مناخس. انا هصلي من اجل توبتك من اجل ندمك وتقول سامحني يا سيدي انت غفار الخطايا انت غفرت لصليبيك وقلت اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فالمسيح قادر يغفر لك ويرجعك يا عبد الجليل وترجع وتؤمن بعمانوئيل. وانا مستنيك في ام المصريين وعندي مغسله قدك مغسله قدك هقوم معاك بالواجب ما تقلقش. ربنا يديلك حله جديده وحياه جديده ويفرحنا بيك وتشهد معانا للمسيح. يباركنا ويحفظنا ونصلي من اجل الذين يسيئون الينا. يباركني ويبارككم ويحفظكم ويحفظكم. ربنا يدينا ويديكم نعمه. هنعمل حلقه صلاه زيها. قالوا لي دلوقتي ان ابونا مكاري عامل الاجتماع والحمد لله بفضل صلواتكم ربنا لمس لمسة قوة عبدنا ربنا يلبسنا بلمسنا. فالمس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك. فالمس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك. ده الكلام مش نظريات دي لمسات وإعلانات. فالمس وعلن شخصك عايزين بروح قدسك. فالمس وعلن شخصك عايزين بروح قدسك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يا من أنت وصخر الدهور ماذا يفعل الموج العالي وماذا تفعل الشياطين؟ كان الشياطين يخرجون أمامك معترفين خائلين أنت هو المسيح ابن الله الحي. يا إلهنا عمانوئيل المس قلب عبد الجليل حتى يشهد لك حتى يعترف بضعفه حتى يعرف أنك أنت الإله الحقيقي وحدك وليس سواك. باركنا حسب غناك في المجد. اشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. باركنا طهرنا ونقينا. المس ضعفنا سدد عجزنا كمل نقصنا. أنت إلهنا المحب القوي الجبار. باركنا واحفظنا أعطينا من سلامك الذي يفوق كل عقل من أجل إحساناتك من أجل برك. أذكر كل القائمين نشكرك من أجل إحسانك وصنيعك من أجل أبونا مكاري يونان يكمل رسالته يشهد يا ربنا يشهد ويقدم شهادة حتى يأتي البعيدين حتى يلمس قلوب الأشرار. اذكر إخواتنا المسلمين في مصر اذكر كل الذين يحبوننا والذين يبغضوننا. اذكر المرضى والتعبان. نور القلوب يا ربنا أنت هو النور الحقيقي. نورك بيظهر لغاية دلوقتي في القدس يا رب.
انت النور الحقيقي وحدك، مفيش مكان بيظهر في نور الا عندك انت. انت ينبوع النور، انت ملك الحياه، انت ملك البر. ارحمنا، ثبتنا، اسمعنا. نصلي بركه امنا العاده ونقول لك: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين. محبه الله الاب، نعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركه موهبه عطيه الروح القدس تكون مع جميعا. قبل ما اقول لكم امضوا بسلام، اقول لكم كده نتعهد ان نقيم صلاه لما نروح من اجل ابونا مكاري، ربنا يكمل له الشفاء، ومن اجل ضعفي ربنا يحافظ عليكم. محبه الله الاب، نعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركه موهبه عطيه نعمه الروح القدس مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون ومع روحك ايضا. كريستوس